أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص عنده مال بلغ النصاب وحال عليه الحول فأراد أن يزكيه، فقام شخص آخر بدفع الزكاة عنه بعد أخذ الإذن منه، فهل يجزئ ذلك وتبرأ ذمة صاحب المال؟ نعم، تدخله النيابة، هذا تدخله النيابة. فإذا قام أحد وزكى عنه بإذنه جاز ذلك. نعم.